get ready with me وبسرعة بسرعة علشان الشمس قربت تروح. طبعا لو حسيتوا ان انا صوتي متغير فده حقيقي، وده ليه بقى؟ علشان امبارح والدنيا كانت بتشتي انا قررت اطلع في البلكونة اتفرج على الشتاء، فاخدت برد تحفة. حطيت كونسيلر ومش هثبته، هحط على طول الاي شادو. هبدأ بلون بني، هزود لون بني غامق فوق كسرة عيني كده وهدمجه. بعد كده هحط لون اخضر في المكان ده. طبعا هبدأ بلون فاتح وبعد كده هغمق براحتي. في اول العين خالص هحط لون ابيض، بعد كده هحط لون بني تحت عيني، بعد كده ماسكارا. عايزة احط السنة كده ايلاينر، حاجة بسيطة في اخر العين. هكمل الميك اب عادي بقى، احط كونسيلر، بعد كده بلاشر لونه بينك هايلايتر، هحدد شفايفي بليب لاينر بني، وبعد كده ليب جلوس. جماعة اللون الزيتي او الاخضر بيخلي العين البني تبقى افتح. جربوا على كحل او ايلاينر عندكم لونه زيتي او لونه اخضر، هتلاقوا لون عينيكم بقى افتح. وبس كده، ده الفاينل لوك. باي.